الله مسيكم بالخير جميعا، اهلا وسهلا فيكم كلياتكم، ان شاء الله كلكم بخير والف الصحه. قناتي اكله شعبيه برحب فيكم كلياتكم. علوان فيديو اليوم اكلنا محاشي، في منو بقول محاشي، في منو بقول ملك المحاشي، لاني ملك المحاشي هدول حبات اصغر شي صغار كتير، وفلفلة كمان مع بعض، نحن بنطبخ مع بعض، وشكل الفلفلة كمان غريب صغار. أنا حابة أنت تتابع الفيديو للأخير. اسم قناتي أكلات شعبية، أنا كردية سورية من عفرين، هلا برات السورية نحن، وهلا نبلش على الشغل نفرجيكم إياها شكل البنجان وكل شي. اهلا وسهلا مرة تاني، اهلا بالجميع. شوفوا هدول هن المحاشي مالكي، فلفل اصفر والاحمر بهالشكل، اربع حبات بندورة، وبنجان اسود بهالشكل اصغر شي حبات صغار. رز، جزر، وملح، فلفلة حمراء، ثلاث حبات ثوم، سبع بهارات، نعنع، كزبرة، دبس بندورة، معجون طماطم مع اللحمة. هدول هو الحشوة تبعت هالمحاشي، وإن شاء الله يعجبكم. تابع الفيديو للآخر، وإن شاء الله مرة تانية أنت تشتركوا بالقناتي. نحن جازنا الحبات، ثلاث أربع حبات مشان قدامكم ننظف نحفرها. هذول هي بسرعة عم يعني ننظف جواته. هيك صاير جواته. السكينة كتير رفيعة، يعني كتير كويس لهالبنجان الصغار. هذول قديش صغار، ما بصير للمقدوسات وهيك شغلات. هدول اسود، مو الحيرمي تبعتنا عنا بسوريا، مو متلون. الفلفل كمان ما بده سكينة، هيك فتحة صغيرة.
مشان ايش نحن فتحنا على الجنب، مشان هيك بنمسك فيه ومناكله، ما بنقطعه هون او تحت، هيك مفتحة على الجنب وتعبيها رز، هيك منظرهم حلو كتير وطيبين كتير. ان شاء الله الصحة والعافية. انا خلصت الحفر، حفرنا كلياته، بدنا نفصله. هذولي ما قلوا بزر، ما في بزر جواتهم كتير، بسرعة عم ننظف. هلا بنرجع بنحط مي ملح، جينا بنحط مي ملح الباذنجانات، شي ما بيطلع بدون ملح طعمته. بنكمل وبنرجع مرة تانية. نحن جينا جهزنا الحشوة، رز، لحمة، جزر، سبع بهارات، الملح، كزبرة، نعنع، فلفل أحمر، وهي هي. نحن ما حطينا مي، ومي بندورة حفرنا هدول بندورة حطينا بدل دبس. هذول بهالطريقة كتير طيبة بطلع، ما بده رز زيادة. نسكرها، قطع عليه هون او بالبنجان او ما دلو بنجان،
احيانا بيخربوا هيك، بنحط بدل باذنجان شفت البطاطا صغير بنسكر عليه، يعني بصير بهذه الطريقة إن شاء الله جاهزنا نخلصها كلياته، بعدين نحن نفرجيكم يا مرة ثانية. هاي صار جايز، نحن بنحط على الطنجرة. أول شي بنحط بندورة على الجنب، كل واحد على جنب بنحط فيه مشان ما تعفس مع بعض. هلا نحن مجهزه كليات ونحطه. هيك صاروا محاشي. نسكر عليهم. خلاص نحطها على نار طنجرة. لا انا بدي اشوف الملح تمام او لا. تمام، وبعد شوي بنحط حامض عليها. هلا نضيفون هاي مية الصماق جايز نحن اشتريناها، لاني هون بالاوروبا ما في صماق عادي،